بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. الكهف المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال صلى الله عليه وسلم: من أمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت جمعت له الدنيا بحذافيرها. هذه الحياة فيها ضروريات وفيها زينة زائدة على الضروريات. فالضروريات وفق الشرع ثلاث: أن يكون الإنسان معافا في البدن، وأن يملك الإنسان قوت يومه، وأن يكون الإنسان يجد أمنا يعبد الله جل وعلا فيه. جمعها نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف، وما زاد عن ذلك فهو من زينة الدنيا. ولهذا قال الله جل وعلا في آية الكهف: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي ليس من الضروريات. فالإنسان يمكن أن يعيش دون أن يكون له ولد، ويمكن أن يعيش دون أن يكون له مال مدخر، لا في البنوك ولا في غيرها، ولا في المصارف ولا في البيوت ولا في الصناديق ولا في أي شيء سواها. يمكن أن يعيش، لكن لا ينغص العيش إلا عدم وجود قوت اليوم، أو السقم في البدن، أو الخوف وعدم الأمن عياذا بالله من هذه الثلاثة كلها. فلما ذكر الله جل وعلا ضروريات الحياة بعد أن أرشد إلى زينتها جملة، قال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ثمة مدركات يجب أن ينتبه لها المسلم وهو يتأمل ويتدبر هذه الآية الكريمة. قبل أن نشرع في هذه المدركات، نبين أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الباقيات الصالحات. فمنهم من حصرها في قول الله جل وعلا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا ريب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ريب أن هذه من الباقيات الصالحات، لكنها لا تستوعب الباقيات الصالحات كلها، وإنما الباقيات الصالحات الأصل والصواب أن يقال: كل عمل صالح أريد به وجه الله جل وعلا فهو من الباقيات الصالحات. أما التأمل في الآية تعمقا، فإننا نقول إن الله يبين من هذه الآية أن الحياة زهرة حائلة ونعمة زائلة لا بد أن تنقضي، وما ادخره الإنسان في حياته الدنيا يتلاشى ويذهب، إلا ما أريد به وجه الله جل وعلا فإنه يبقى له مدخرا يوم القيامة. والناس والواقع أعظم الشهود، عندما يموت بني آدم، عندما يموت الرجل أو المرأة، أول ما ينسى أو أول ما يترك منه اسمه. فإن الناس إذا مات الميت وجاءوا يسألون عنه قبل أن يغسل يقولون: أين الجثة؟ لا يقولون: أين فلان. فلو قدر وسيقدر أنني مت، فإن قرابتي وأهل بيتي عندما يسألون عني في مستشفى أو في بيت لا يقولون: أين صالح؟ وإنما سيقولون: أين الجثة؟ فهذا يقول في الدار، هذا يقول في الغرفة، هذا يقول في الثلاجة. فأول ما يترك منك اسمك. ثم ينتقل الإنسان إلى مرحلة ثانية، يغسل ويكفن. فإذا غسل وكفن كما تركوا اسمك يتركون جسدك. فالذي يريد أن يسأل عنك لن يقول: أين الجثة؟ ولا أن يقول: أين الاسم؟ ولا أين فلان؟ وإنما يقول: أين الجنازة؟ ينسبونك إلى الخشبة التي تحملك. يقول: تبعت الجنازة؟ صلوا على الجنازة. أين الجنازة؟ قدموا الجنازة، أخروا الجنازة، هاتوا الجنازة من جهة كذا من جهة كذا. يترك بعد اسمك وجسدك، تترك بالكلية. ثم يوضع الميت في قبره، فلا يقال له بعد وضعه في القبر، لا يقال جثة. كما تركوا الاسم والجثة والخشبة يقولون ميت، مصداقا لقول الله: إنك ميت وإنهم ميتون. فيذكر ويترحم عليه إن كان من المؤمنين. والغاية من هذا كله حتى يسعى الإنسان في شيء باق، وهذا أعظم ما يعينك على أن تأتي الباقيات الصالحات: علمك بمصيرك، وأنك كما قال الرب جل وعلا في كتابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه.
فلا بد من ملاقاة الله. جعلنا الله وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله.